حبيبي بما انك تعبان ليش حملت حالك واجيت؟ ما بقدر يا حبيبتي، ما بقدر، اشتقت لك كثير. قلت بجي بتغدى انا وياكي. توبة قلبي، شو مين عم بدق لك؟ ام خالد كرد عليها، بركي في شيء ضروري. ما بدها شيء، بدها تعرف وين انا. هلا ما قلتي لي انت شو اخباري؟ ولا شيء حبيبي، اجت شام، قعدنا شربنا قهوه وتسلينا شوي. طبعا كلهم بيسلوكي شوي الا حبيبك ابو خالد بيسليكي كثير. طبعا حبيبي يلي ما بيقدر ياكل بدوني، وحبيبي يلي بضل طول الوقت عم بفكر فيني. شو حبيبي تضايقت من الدخان؟ لا لا ما تضايقت، بس ما قلتي لي انت شو اخبارك؟ حبيبي ما في شيء، والله قلت لك كل شيء عندي. طيب شو رايك يعني نعزم شام وحبيبه على الغداء؟ ايه ماشي ماشي، اعطيني مفتاح السياره حبيبي لاجيب لك الدواء تبعك. يلا عم دور على صباط ابوكي، قمت لقيته تحت التخت. يعني اكيد بابا ما رح يلبس صباط تحت البيجامه. ولك ابوكي 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 لقيته تحت التخت. شو ها؟ تعي بابا قوم ابو سالم. لك بابا الصبح شو بتصرخ؟ ولك لا يا زلمه، هدول اولاد الحارة عم يطقوا فتيش. فتيش؟ ايه بابا فتيش فتيش، هدي فتيش. حبيبي خلص، اذا حاسس حالك تعبان روح على البيت. لا 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 ماني تعبان، اذا بدك تدخني دخني. ها طيب رح ساوي لك شوربه. يلا